بامتياز. مانشستر سيتي يلعب اليوم أهم مباراة في الموسم في لندن ستاديوم بالعاصمة الإنجليزية، عندما يواجه الآن انطلاقا من هذه اللحظات المتارك الهامرز ويست هام يونايتد، صاحب المركز السابع برصيد 55 نقطة على بعد كذا نقاط من السادس. تار تار أمام كل الأنصار، وعدت منذ بداية المشوار مانشستر سيتي منذ البداية. تري كرة طويلة على رياض محرز بانتاج الهدف. كيف كان البلاكات ساندرلاند ريال سوسيداد المانشستر ويا هذا أنطونيو ميكيل أنطونيو داوسون قلب الدفاع على قناع لرياض محرز اللي وزع 50 عام لبيب غوارديولا 6 سنوات بنتائج المقابل. الحكم يقول لا، هدف البطولة. وذا كانسيلو ومحرز، محرز يوزع ذات الأرز جريليش، جاك جريليش هو كبير على يسار هجوم ساندرلاندينو يرجع له البرازيلي، والحكم يأتي مخالفة ضد الجامايكي أنطونيو. ثاني أكبر هدف يوزع، غضب كبير لبرت الريكي. جول 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 جول، زلزال زلزال في لندن ستاديوم. وسام الحقيقة بقوة الأقدام، السيتي في خبر كام في هذه اللحظات، أوهام في أوهام. وأيمنك لابورت الإسباني الناري، أيمنك لابورت سباق ضد الزمان وإلى من بعد في القائم الثاني من راس اللي يوزع ليبون في القائم الثاني بكسار في وضعية تمر أماريو البومبر جامايكو يعدي فرناندينو وأنتوني تايلار يرجع ويأتي المخالفة. يوزع الأوكراني ويتجع مرتدة لرايا رياضي عن تسويق، التسويق من جابريل جيسوس يسارية برازيلية ثبتت لوكاس فابيانسكي في مكانه والكرة خارج الميدان. باوزر زينشينكو التسويق وضربة مرمى، الأوكراني زينشينكو يساوب خارج الميدان. هذا هو يتلاعب الكرة ورياض محرز والحارس فابيانسكي أسير في جول في جول. زلزال بركان ينهار السيتي الآن في هذا المشوار. انكسار انكسار حالة من الدمار لبطل الموسم المنتظر، ضيع ألقابه ربما في العاصمة الإنجليزية. أي محور دفاع أشرع ومباشرة بالفاول للحارس لوكاس فابيانسكي. كرة سهلة من تبراين لصاحب 37 عام مانشستراوية مكسرة في هذه الأوقات الكروية، ويستبق شاكر الوش مخالفة ضد كفعل البدي خارج الديار. كرة بعيدة من تبراين، لا يمكن لنا وصف هذه الأجواء البركانية في قلب العاصمة الإنجليزية. يأتي الشوط الأول نقول لك من الآن، جيب كل من فودن وكذلك رحم سيرلينج وإيركاي كوندوغان. لكم من مشاهدينا الكرام نعود بكم من جديد. ليه الكرة تكنا الرئيس جول جول كرينيش جول، يحيى من جديد مانشستر سيتي، يحيى من جديد بيب غوارديولا في هذه المعركة. جماهير السيتي تستفيق الآن. جيسوس جيسوس والحارس فابيانسكي لوكر كمان يوزع وجاك جرينيش. كرة راسية ضعيفة لجرينيش، الرجل اللي آتى متجرع كبير من الأكسجين لبيب غوارديولا. كمان دي بروين كرة بعيدة من البلجيكي،
اللي في انتظار هذا السادس عشر في المطرة. أنطونيو ضيع جامايكا، رفض الهدية البرازيلية، نجم الكرة الجامايكية إنجليزي. واو، كرة ضيعة من لابورت، وزينشينكو يكمل المتاع وشرى جول. الكرة رياض والركنية، زلزال مانشستر. كيفن دي بروين للرياض، محرز يوسع. بالنيران تشيك كوفال يرشح السيتي لوضعية الأبطال. بالنيران كوفال يغارك مرماه. بالنيران في تقديري هنالك إعاقة رياض.